الشعب السوري، وهي قد نختلف في الوسائل ولكنها تدعو في النهاية لحماية هذا الشعب السوري. ولكن اليوم هناك قمة أوروبية روسية، وهذه القمة حتى الآن تعترف أو تتفق على أن مهمة أنان هي الحل الوحيد لما يجري في سوريا، علما بأن أنان بنفسه كان يائس في الأسبوع الماضي من هذه المهمة. هل لهذه المهمة أي أمل بعد؟ كوفي أنان هو رجل محترف دبلوماسية، هو رجل عاش الحرب الباردة لأنه خريج الأمم المتحدة، حتى قبل أن يصبح سكرتير عام الأمم المتحدة اشتغل طويلا في هذا الجهاز، ويعرف خبايا الحرب الباردة، يعني هو يعرف ما معنى التوازن، لأن كوفي أنان الآن لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن روسيا والصين، لابد دائما أن يستشير روسيا والصين طبعا وواشنطن وباريس ولندن لإيجاد حل وسط، والحل الوسط هذا هو الذي يسعى إليه الجميع، وهو حل سلمي بالضرورة. لكن الخوف طبعا هو عن الإرهاب، لأنه أيضا الجيش السوري في موقف لا يحسد عليه، إذا تم مجموعة إرهابية تختبأ بين المساكن وبين المدنيين وهي مسلحة ومن قبل دول عربية وعندها أسلحة إسرائيلية ومعروفة من أين جاءت، وإرهابيين في بعضهم جاءوا من تونس ومن العراق ومن مصر ومن لبنان ومن الجزيرة العربية ومن غيرها، فماذا سيفعل هذا الجيش السوري؟ فماذا سيفعل؟ يعني تقنيا لا يستطيع إلا أن يقاتل ويحاصره، ثم أن يحاول أقصى ما يمكن أن يتفادى المدنيين. وقلت لك هذا حدث بالضبط مع الجيش الجزائري في العشرية الحمراء، لما كان يقاتل الإرهابيين الدمويين الإسلاميين، فكانوا يختبون في المساكن وفي العمارات وبين المدنيين ويعقدون مهماته، لأنه كان ممكن يقضي عليهم يعني في بضع ساعات، لكن تأخذ العملية أسابيع كاملة، لأنه لابد من التمييز بين المدني وبين العسكري. إذن أيضا هذا جيش سوري حر وتسليحه من الخارج، يعني الجيش السوري 400 ألف مقاتل مدرب، عنده مئات الآلاف الصواريخ، عنده أكثر من 500 طائرة ميغ وسوخوي. هل جيش السوري هذا الحر الذي شكلته دول الخليج ودول عربية وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، هل سيسقط الجيش السوري هذا؟ أقصى ما يستطيع فعله هو عمليات إرهابية، قتل هنا وهناك، وتدمير وتخريب وإنهاك الاقتصاد السوري، مثل ما حدث الجزائر التي خسرت 200 ألف شهيد، والتي يعني أكثر من 100 مليار دولار لأكثر من 10 سنوات، ثم استفاق الشعب الجزائري أنه ذهب ضحية لمؤامرة خارجية. نفس الشيء نتمنى أن الشعب السوري بعبقريته يعرف ما هو الفرق بين الوحدة الصراع وبين التدخل الخارجي، يعني نعم، ولكن دكتور رياض بالمظاهرات السلمية، النظام لابد أن يقدم تنازلات هيكلية وعميقة، انتهى زمن القديم، زمن المخابرات وزمن يعني الحكم بالحزب الواحد، هذا كله انتهى، لكن في نفس الوقت لا يفتح الباب على مصراعيه لتدخل خارجي من قوى في حياتها لم تحب الخير أبدا للعرب، ولكن كانت دائما تستهدفهم شرا. نعم، ولكن دكتور رياض، إلى جانب ما تتحدث عنه عن الحظر وعن الجيش وتسليح الجيش السوري وسلاح الجيش، ولكن هناك انتفاضة حقيقية للشعب السوري منذ أكثر من عام ونصف في الشارع السوري، ماذا أين حقوق هذه الانتفاضة؟ هذا ما دعمته منذ اليوم الأول، وقلت من حق هؤلاء الشباب السوري، من حق الشعب السوري أن يعيش الديمقراطية، أن يعيش الحرية، ليس مثل الدول العربية التي تسلح الجيش السوري، يعني فلنكن واضحين، يعني النموذج الذي يبحث عنه هؤلاء المتظاهرون ليس هو نموذج المجاور لسوريا، لا والعياذ بالله. يعني مثل التونسي يقول تهرب من القطرة تأتي تحت الميزاب، مثل معروف في المغرب العربي. الهدف هو الحرية والديمقراطية، هو الانتخابات، هو العقلانية، ليست حرب يعني تغذية المسألة الطائفية وادخال الخرافات. الشعب السوري يريد الحرية، يريد برلمان حرا، يريد تعددية حزبية، يريد حرية صحافة، وهذا من حقه. الآخرين، هذا الشيخ محمد عريفي عندي في قناة يقول ملائكة على جهاد بير نزلت من السماء وتقاتل الجيش السوري، يعني أين نحن؟ نحن نبحث عن الحرية والعقلانية والديمقراطية والتقدم أم الخرافات والشعوذة والعودة إلى الوراء؟ لأنه أيضا أي ثورة أو أي انتفاضة شعب أو أي مطالب شعب يجب أن تحدد ماذا تريد، هل تريد المستقبل، تريد الديمقراطية، الحرية، التقدم، أم تريد الخرافات والشعوذة والعودة إلى الوراء وإنقال نماذج عربية متخلفة ومنغلقة وفي عداوة شديدة مع الديمقراطية؟ هذا هو السؤال الكبير. أنا أعتقد أن ثم معارضة وطنية سلمية واضحة في سوريا، معروفة وجوهها، وناس شرفاء، وناس لم يبيعوا ضمائرهم،
وناس لم يرتزقوا عند أجهزة استخبارات الأجنبية وناس لم يدخلوا في أجندات أجنبية. هؤلاء هم مستقبل سوريا، هؤلاء يجب أن يتفاوضوا مع النظام الذي يجب أن يقدم تنازلات هيكلية وعميقة لإيجاد حل ومخرج لسوريا. أما من ارتزق ومن باع نفسه لجهاز استخبارات أجنبي ودخل في مشاريع لا تهم المواطن السوري وإنما ضد المواطن السوري، هذا لا مجال له، هذا يسمى يعني تهمة الخيانة العظمى. نعم. ياخذ اموال ويتدرب في معسكرات اجنبيه وياخذ اسلحه من دول اجنبيه، انت تصوري بريطانيا وفرنسا وامريكا تريد الحريه في سوريا او الدول التي العربيه التي تمول، هي اصلا غير ديمقراطيه. نعم. فلتنشر الحريه والديمقراطيه في شعبها اولا. شكرا يعني دكتور. نعم شكرا دكتور ياسي ضاوي مدير المركز العربي للابحاث السياسيه والاجتماعيه ابن رشد من جنيف. من جهته دعا الامين العام للامم المتحده بان كي مون الى اجراء محادثات دوليه موسعه